أشدهر لك أجدر لك لقاء يومي مع المستمعين لمناقشة كل المواضيع دون طبوات. كلمة لكم أجدر لك كل صباح من 9 حتى 11 من 2 حتى الجمعة عبر أمواج أرابيل. أجدر لك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم وعواشر مبروكة. أكيد ككل أربعاء كترفقنا الأستاذة رحاب محمدي كوتش في التنمية الذاتية. صباح الخير لالا رحاب. صباح الخير. صباح الخير مستمعينا الكرام. كنتمنى تكونوا مزيانين وفي أمان الله وحفظه. بداية كنبارك لك مرة أخرى باسم كل مستمعين المستمعات المحل ديالك الجديد. شكرا. كنا فرحانين وحنا نبنى على واحد العدد ديال المستمعين طبيعي الحال اللي ما كانش بإمكانك أنك تستقبلي كل شيء في ذاك اليوم ديال الافتتاح، لكن احنا درنا بحال نبنى يعني على كل المستمعين. لا خطيك وبغيت من هذا المنبر نشكر كاع الناس اللي عيطوا لي فريمون. جي بوكو دابيل هذاك النهار اللي داس ديميسيون. الناس كيشجعوا، الناس كيدعوا معايا، والناس باغيين يشوفوني. سي اكستراوردينير، جادور. عندي واحد الرساله نتمنى انني نتمكن باش ندوزها. واحد السيد ملح انه خصني ندوز الرساله ديالو. غادي انا ما غاديش نوعدو بشي حاجه، هادي على حسب الوقت ديال البرنامج. هو كان هداها لك البارح. ولكن استغلينا فرصة عود بعت برسالة أخرى، قال لي مادام أنك ما دوزتيهاش البارح ومني تكون غدا رحاب عافاك دوزها. غادي نحاول. لا خصك دوزها. لا جنسيست. غادي نحاول باش انا غنكتشف معاكم جو نسي با شنو في هذه الرساله. نتمنى ان شاء الله انه يبقى لنا غير شويه ديال الوقت باش ندوزوه ان شاء الله بحول الله. واكيد اننا غادي ندوزوها باش يبقى كذلك وعلى خاطر ويفرح. بقاو معنا باش تسمع شنو كتقول الرساله. اذا استاذ رحاب غادي نمشيو الان المقدمه ديال الموضوع ديال حلقه اليوم اللي اخترناه، ونقول لكل الناس كل عام وانتم بألف خير. بداية فصل الربيع إن شاء الله تكون كلها ربيع إن شاء الله بحول الله. إن شاء الله. هذا اللي نتمنوا. احنا الآن دخلنا في فصل الربيع، فصل الجمال وفصل الطبيعة الجميلة الخضرة، وخا ما كاينش هنا في بركسل، ولكن المهم نعيشوها، نتخيلوها ونعيشوها. وعد ما عرفتش واش البارح كان اليوم العالمي ديال لو بونور ديال السعاده. كنتمنى لجميع الناس. ما سمعتيش الحلقه البارح؟ ما نو مالوغوزمون كنت كنخدم. دونك كنتمنى لكل شيء ان السعاده تملا البيت ديالهم والقلوب ديالهم ويكونوا مزيانين في حياتهم. اللي ما عجبنيش الحال، ومزيان ملي ذكرتي هذه القضيه قبل ما نمشيو للمقدمه ديال البرنامج، اللي ما عجبنيش الحال ان المغاربه تكلاصوا في العالم المرتبه 86. ما عجبنيش الحال. يعني شوف شحال حنا بعادين، يعني 86 دولة قدامنا بالترتيب ديال السعادة. بطبيعة الحال كيبقاو ثلاثة ديال الدول اللي قابطين دائما الريادة في السعادة، فنلندا والنرويج والدنمارك. من أسعد الناس في العالم. سبحان الله العظيم. خصنا نمشيو عندهم تما ناخذوا شويه ديال للسنه السابعه على التوالي. يعني شوف كل سنه كتخرج الامم المتحده يعني التقرير ديالها السنوي، كتعطينا شكون هما الدول اللي كيعيشوا السعاده. فهاد ثلاثه الدول منذ 7 سنوات هما محتلين الرتبه الاولى، ما بغوش يطلقوها. اي انهم دائما كل سنه كيزيدوا، يعطيو للامه ديالهم، كيعطيو للشعوب ديالهم لوليداتهم السعاده. باسكو زون كومبري، فهموا بان السعاده ولا باش تكبر واحد الطفل يكون سعيد في حياته هو الاهم. وهذا يعني اللي غادي نتكلموا عليه. وهذا اللي غادي نتكلموا عليه. علاش حنايا علاش حنا ما بين واحد عدد ديال الدول حنا كنحتلوا الرتبه 86؟ نقول لك ان المغاربه كيعيشوا، ولكن حنا عندنا عود سعاده ديالنا في شكل اخر. عندنا سعاده ربما عندها محيط ديالها، عندها طقوس ديالها، غير حنا ما عارفينش كيفاش نخرجوها باش نحتلوا هاد الرتبه ديال 86. يعني كتبقى شويه القضيه خصنا مراجعه. مثلا تكلموا على الدنمارك،
وهذا اللي غريب أستاذ رحاب، تكلموا على الدنمارك في بعض الإحصائيات اللي قاموا بها وبعض الاستجوابات اللي عملوا مع المواطنين، لقوا أنهم على السعداء أنهم فيما كيستقبلوا الناس عندهم كيكونوا سعداء، أنهم كيقولوا درنا شي حاجة فرحنا بها دوك الناس. شوف الشعوب فين وصلت، أنه اللي استقبلتي دوك الناس وفرحتيهم هذيك هي السعادة ديالك، هذاك هو البونور ديالك. يعني فهموا كما قلت يا أستاذ رحاب معنى السعادة، وبالتالي احنا اليوم بغينا أنكم تكونوا كلكم سعداء. مستمعي غفاضيل، نعود بعد الفاصل. مستمعي غفاضيل، كنت رحاب غادي نتكلموا اليوم على مسؤولية ديال الأباء في تربية الأبناء ديالهم، وكيفاش الأباء كيخصهم يكونوا معتدلين في المزاج ديالهم وما يكونوش ناس متهورين ولا غير مبالين ولا متشدين ومتزمتين في الأفكار ديالهم. إذن ثلاثة ديال الحوايج، يا إما كنلقاو أستاذ رحاب ناس متهورين أو ناس غير مبالين كاع بالمرة، أو كنلقاو ناس متشدين متزمتين في الأفكار ديالهم. الأباء والأمهات اللي كيوليو متشدين ومتزمتين معتقدين باللي أن الدنيا ما كتسوى حتى شي حاجة وأن الأخيرة وحدها هي اللي كتستحق، وبالتالي كيوليو كيعطيو للمجتمع واحد الجيل مقسوم، جيل مشتت في الأفكار ديالو في العقيدة ديالو وحتى في العيش ديالو اليومي. هناك بعض الأباء والأمهات في الدرجة الأولى، ثم هناك المدارس وجمعيات خاصة اللي كتفرد بالشباب وكتفعل به الأفاعيل عن قصد أو عن غير قصد. باقين اليوم كنسمعوا من شبابنا كيقولوا وإحنا عايشين غير في بلاد الكفار، ولاد زايدين هنا وكبرين هنا وحاملين الجنسية ديال هاد البلد، باقين كينظروا الآخر بواحد النظرة اللي خداوها من عند إما من عند والديهم أو من الجهات اللي ذكرت قبل قليل. أستاذ رحاب، مستمعي الأفاضل، تصدمت وأنا كنحاور واحد المجموعة ديال الشباب ما بين 20 و 26 سنة، وطال الحوار بيني وبينهم لأكثر من ساعتين. تصدمت أنني كنوجد عند هذا الشباب واللي هو الحمد لله وصل للجامعة وكلهم جامعيين، وليدات هنا وزيدين هنا وخلقين هنا وكبرين هنا، كيحملوا في الدماغ ديالهم أفكار لا تبشر بخير ليهم هم أولا، أنهم غادي يعيشوا في الحياة ديالهم معدبين، يعيشوا في الحياة ديالهم منعزلين عن الآخر، رغم حواري معهم ورغم محاولتي اللي قمت بها المتواضعة في فهمهم، وجدت على أنهم فعلا شباب اللي حامل فكر ربما غادي يخليه هاد الشباب يعيش منعزل على المجتمع دياله. يمكن مع أصدقائه اللي غادي يشتغل معهم اللي غادي يخدم، أو كيفاش كيعيش مع أصدقائه اللي باقين معاه الآن في الجامعة. يعني الأمر خلاني شوية كنشوف أنه كيخص خدمة كبيرة على الشباب ديالنا. أناقش معك أستاذ رحاب هذا الموضوع اليوم من كل الجوانب دياله، بطبيعة الحال لتسليط الضوء على، أو يمكن نقوله أننا نضربه الناقوس باش ننتبه فين احنا غادين بالتربية ديال وليداتنا، واش حنا فعلا مهتمين بها، واش حنا فعلا كنعطيو أهمية قصوى لتربية الوليدات ديالنا، أم فقط كنخليو كنقولو والمهم غادي يكبروا وكل واحد يدير حياته. من جديد مرحبا بك أستاذ رحاب.
شكرا، بارك الله فيك. نبداو بدايه بالتربيه. التربيه هذه ديال الوليدات اكيد حنا ملي كنهضروا كنقولوا الام ومدرستهن، هذا الشيء اللي علمونا وقررونا من النهار الاول، الام ومدرستهن اذا عدتها عدتها شعبا، وحنا شادين على ديك الام، وحنا ديك الام شادين عليها ما تخرجش ما تقرا ما تدير والو، ما قاهرين باش بغيناها تعطينا مجتمع. نبداو بعد بالتربيه هذه، ملي كتنطلق التربيه النواه الاولى كيفاش خصنا تبدا استاذ رحاب؟ في البيت طبعا. يعني الطفل ملي كيجي ولا البيبي ملي كيجي راه كيجي في واحد الوسط عائلي، وكيجي في وسط واحد العائله اللي كتكون من اب وام، يعني ما كاينش غير الام بوحدها وما كاينش غير الاب بوحدو، كاينين بجوج. يعني المسؤوليه ديال التربيه عليهم بجوج بهم، ماشي باسكو بزاف كنشوفوا حنايا مثلا في المجتمع ديالنا الاغلبيه ديال الوقت التربيه فوالا الام هي خصها دير، هي خصها تفعل، هي هذا. انا سمعت ديجا رجال كيقول لك لا انا ما بدلش لي كوش، لا انا ما ندير، علاش مالك يدكم حنين؟ لا ماشي خدمه ديالي، واش انا الراجل انا ما يمكنش لي انا نبدل الطفل. الى بيزوان دو سي دو بارون، يعني باش يكبر في واحد الوسط اللي هو اكيليبري، يعني متوازي. دونك قبل ما نجيبوا هذوك الدراري، ودائما كنقولوها وكنعاودوها، علاش غادي نولد؟ هذه هي النقطه اللي بغيت تشيري ليها بزاف. حنا غير كنسمعوا الجواج كنقولوا صافي صلع النبي يلاه تفضل نمشوا عند الفصاله الخياطه، هذه كلشي كنفكروا فيه الا اننا نجلسوا انا وهذاك السيد اللي غنتزوج معاه، نجلسوا اجي ولد الناس هذا الشيء ديال العرس هذا داك التخربيق هذاك بوحدو، اجي نجلسوا انا وياك واحد ساعتين ثلاثة سوايع أربعة سوايع ونقشوا كيفاش بغينا نولدوا هاد الوليدات، شنو غنجيبوهم؟ عمرنا ما كنهضروا استاذ على هاد الشيء. لا alors que les enfants c'est un projet de vie، يعني هذا مشروع ديال الحياة، مشروع ديال الحياة اللي خاص ضروري ومؤكد ان الرجل والمرأة اللي قرروا انهم يتزوجوا، انهم يسكنوا تحت سقف واحد، انهم يهضروا في هاد مشروع الحياة. علاش بغينا الدراري؟ الدراري راه ما جايبينهمش باش يهزونا في الخرض حياتنا، هذه يعني من الافكار المتداوله اللي كنسمعها طول طون. ايوا باش منين نكبر ما نبقاش بوحديتي، نو هذا سي ليغويزم كنفكروا في راسنا. الدراري ما جبناهمش حيت هذه سنه الحياه، يعني تزوجنا خصنا نولدوا لا كونتينيتي ديال ليسبيس، نو دوك الدراري ماشي حنا كنجيبوا هاد الوليدات فقط لانه هما ماكينه ماديه كتعطينا الفلوس او لا. كاين بزاف ديال لي كونسيديراسيون على داكشي اش كنقول لك، خاصنا نجلسوا مع بعضياتنا ونتناقشوا، لان حتى الدراري شحال خصك؟ واحد ماشي هو 10، يعني تربية واحد في شكل تربية جوج، شحال بغينا ديال الدراري؟ جوج. كيفاش كنشوفوا التربية ديال الدراري؟ اللي كنشوفوا مثلا اوجوردي ان بزاف ديال لي كوبل ما مفاهمينش نهائيا على الطريقة ديال التربية. واحد كيشرق والاخر كيغرب، هضرتوا على هادشي قبل، شفتي الطريقة ديال كيفاش كتشوف التربية ديال ولادك وكيفاش ما كتشوفهاش، واش متفقين ولا ما متفقينش؟ هادو مسائل اللي هما بريمورديال، يعني خصنا ضروري نحطوهم، ما يمكنش غير نجيو هكا ونديرو سبونتانيمون فوالا انا تزوجت انا ولدت اي فوالا، حيت هادوك الدراري راه مسؤولية يعني كبيرة. يعني الزوجين الا بغيت نفهم استاذ رحاب، الزوجين كيمشيو بديك الافكار القديمه كل يجيب رزقه وغير زيد ولد. حتى كنشوفوا ان شابه مثلا في الطريق جر الكروسه وجر ربعه معها وهي حالتها حاله ومسقوطه من الدم، يعني كتعرف ان هاد الناس ما عايشينش حياه نهائيه. فوالا الدراري ماشي غير اجي ولد، الدراري مسؤوليه. ستو ادن عمرني ما غنسالي من هاد الهضره هادي، غادي نقولها واقيلا طول طون اللي كنجي هنا. الدراري مسؤوليه، ومسؤوليه اللي هي كبيره بزاف. ما عندكش الحق تولد واحد الولد ولا واحد البنت باش تجيب تكرفصوا في هاد الدنيا، سي با بوسيبل. ما انا بعد هادي ما كتدخليش للدماغ ديالي، ما قادرش ما تولدش، صافي سالينا سالات الهضره. اما باش تجيب واحد الطفل، ولان التربيه راه فيها مجموعه ديال المسائل، راه ماشي غير يجي ولد وصافي، خصك تقابل وخصك تسمع وخصك تراقب وخصك تتبع وخصك تفهم وخصك يعني كان على راسك. كان عذر استاذ رحاب، كان عذر واحد الوقت كنا في الدول العالم الثالث وكنا في دول فقيره وكل شيء،
كنقولوا هذا الشيء اللي كاين هذا الشيء اللي عطى الله، لكن زعما الانسان جا لواحد البلد اللي هو متحضر شويه وما قلتش متحضر قلت متحضر شويه يعني الانسان جا باش يبدل الحياه ديالو. باقيين كنلاحظوا ان بعض الناس باقيين كيعيشوا بنفس الافكار بنفس الحياه اللي كانوا كيعيشوها والديهم في, 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 في واحد القرن. اكيد اكيد، وهذا هو اللي المؤسف في الامر، لان لا في ايفولو يعني الحياه كتتطور. علاش حنا ما غنطوروش معها وسي يعني فوالا نخمم غير انا شنو كنقول، كنقول عطانا ربي واحد العقل اللي هو اكسترا اوردينير، نخمم انا في في, في بهذاك العقل اللي عطاه لي الله شنو بغيت كيسكو جو شنو باغي ندير. اون فيت ملي كنولدوا الدراري كيكون عندنا ان بروجي ايدوكاتيف دي زونفون، يعني شوف واحد المشروع تربيه الاطفال. شنو هو دابا الا سولت انا الناس شنو هو المشروع التربيه ديالكم ديال الاطفال شنو غادي يجاوبوني؟ سي كوا هذا المشروع؟ شنو باغي؟ واش باغي اطفال اللي غادي يجيو خصهم يسمعوا خصهم يديروا داك الشيء وخصهم ما كاينينش اون فيت، انا اللي كنحكم وانا اللي كنعرف منين غادي نكبر، خاصهم ضروري انهم يجيو يطلعوا ليا ويديروا ليا ويفعلوا ليا، سينون كاين السخط وكاين الرضا وكاين شوف ديجا فين كندخلوا. او لا باغي واحد لي زونفون اللي غادي نكبرهم على مبادئ، غادي نكبرهم على حوايج اللي هما زوينين، اللي هذاك الطفل غادي او هذيك الطفله غادي يكبروا بواحد الثقه في الناس، غيكبروا بواحد الصوره ديالهم على راسهم مزيانه، غيكبروا بواحد الصوره على لا فامي زوينه، البلاصه ديال الوالدين، كل واحد شنو كيعطي، كل واحد عنده واحد لو رول ديالو او سان ديال لا فامي. دونك نسولوا راسنا شنو هو مون بروجي ايدوكاتيف، شنو باغي ندير بهاد منين غادي يجيو هاد الدراري لهاد الحياه. دونك سي تري امبورطون. حاضر، غادي نمشيو للفاصل السريع وغادي نمشيو للنقطة الثانية، ولا كان عندكم أي سؤال مستمعين الأفاضل إما تبعتوا واتساب ولا عبر الرسائل، أو كده باش ما ناخدوش اليوم الهاتف باش يبقى لنا الوقت لمناقشة هذا الموضوع، لأنه موضوع شائك وهام بزاف، وبغينا أنه اليوم نوصلوا واحد الرسالة لنا احنا نفوسنا كذلك ولكل المستمعين والمستمعات اللي كيتبعوا معنا هاد البرنامج. مرحبا بكم. اذا نذكر الرقم ديال الاس ام اس، الرسائل اللي كتوصل الان 0488 106 800، او الواتساب 0488 70 49 62. هناك رسالة كتقول أن التربية القديمة فيها أشياء جميلة، مصاب نرجعوا بعض الأفكار منها. ما عرفتش واش نجاوبوا على السؤال دابا. يقولون لا peut-être que la personne عندها des éléments concrets. اوكي قول لنا شنو هما الافكار peut-être شنو الحوايج اللي كانت ايجابيه في التربية القديمة. انا ما عندي حتى شي، يعني بالعكس انا كنقول كل حاجة فيها شي حاجه زوينه ناخذوها سي تو سكو جو دي، يعني والحاجه اللي خايبه ما عندنا ما نديرو بها. باغ اكزومبل غادي نشوفوا حنايا مثلا التربيه القديمه كانت مبنيه على الضرب باغ اكزومبل، ومازال لحد الان اوجوردي ضرب قمع سكوت فوالا، ومازال اوجوردي هذه باش ناخذ غير واحد واحد ليكزومبل اوجوردي باقي الناس كيضربوا ولادهم بزاف الوغ كو كان ومني كتهضر معاه ولا شي كيقول لك انا كبرت هكا شنو وقع؟ كبرتي هكا وقع انك كبرتي بواحد واحد شنو وقع لانه باقي كتطبقها فوالا. اول حاجه ثقه في النفس ديالك، تو ايو دو طون درتي وقت كبير باش بوتيتر انك تكتسبها وبوتيتر انك ما كتسبتيهاش نهائيا. الصوره اللي عندك على راسك سي با تري تري بيان. اون بليس دو سا الناس اللي كيلتجؤوا للعنف هادوك دي جون اللي كيكونوا ديكونيكتي على لي زيموسيون ديالهم، كيكون عندهم انفصام مع العواطف ديالهم. لان انا مثلا الا تعصبت ومشيت هزيت باش نضرب ولا هذا، يعني ما عنديش الكلمات باش انني نعبر على الغضب ديالي. نقدر انا مثلا نتعصب ونقول لك فوالا انا جو سوي اون كولير، ها علاش وعلاش علاش ها شنو كنطلب ها شنو، ماشي غادي نجي نيشان وغادي نهز يدي وغادي نبقى نضرب وغنبقى نهرس وغادي هذا مثال يعني. لا على كل غادي ندخلوا للنقطه الثانيه، ربما هي تبقى نيت في هذا المسار اللي جا في السؤال ديال احد المستمعين. هو في الوقت اللي كيكونوا الابوين محدودي الثقافه مثلا
يعني والدينا كانوا كلهم يعني في أغلبهم ناس ما قارينش يعني في الأغلب ديال والدينا, وعطونا التربية اللي قدوا عليها هم ومع المدرسة مع المهم يعني جمعنا شوية وكو شوية وكو. أكيد أننا عشنا بعض العقاد, عشنا بعض المسائل, ولكن المهم بالنسبة لنا احنا هنا الآن في بلجيكا واحد العدد ديال الوالدين جاوا يعني محدودي الثقافة محدودي الفهم الحياتي, الهم الأول ديالهم هو الاشتغال, هو الخدمة, هو جمع المال, هو ضمن يعني المستقبل ديال وليداتهم بين قوسين. هذه واحدة يعني ما فاهمين في التربية والو ديال الوليدات كيجيبوا الولاد لأنه هو المشروع المادي وسنة الحياة, أو كيسمعوا عن التربية غير في التلفزيون وفي الانترنت بداية. واش أولا هاد الوالدين قدروا نلومهم علاش؟ لأنه الثقافة ديالهم محدودة وكل شيء ما عرفوش يربيوا الولاد. أنا كتعجبني واحد الكلمة ديال سيمون دو بوفوار اللي هي كاتبة وان غراند فيمينيست معروفة فرنساوية, كتقول المشكل ماشي هو في الجهل, المشكل هو في منين كان لو غوفي دو سافوار, منين ما كنبغيوش نتعلموا. انا ما كنلومش, عمرني ما كنلوم الانسان اللي جاهل بشيء, يعني باسكو حنا كاملين جاهلين كلكو باغ. انا براسي راه كاين بزاف الحوايج ما كنعرفهمش, انت كلشي هكاك حاضر, ولكن هذا مشروع ديال الولاد. وي بيان سور, ولكن كون جو دي لو غوفي دو سافوار شنو معنيتها؟ باغ اكزومبل حنايا هنايا في بلجيكا الا ضربتي الولد ديالك بوغ ريبروندر هاد ليكزومبل, الا ضربتي الولد ديالك كتعرف بان المدرسه يقدروا يصيفطوا يقدروا يكون عندك مشاكل مع المدرسه. اكيد الوغ انا منين غادي باغ اكزومبل انا بالطريقه بكيفاش كنفكر نقول المدرسه كتقول بان ما خصنيش نضرب ولدي علاش بوغ كيل ريزون, ماشي يقول لك ايوا هما ما بغاوناش نضربوا الدراري خليوهم ويتحملوا المسؤوليه. لا باسكو سي لا منين كتشوف واحد الحاجه اللي كتناقض مع كيفاش انت كتفكر ولا مع لاكرو المعتقد ديالك ولا الطريقه ديال العمل ديالك, الوغ انا غنمشي نبحث. ملي كيقول لك الطفل ما خصوش يتضرب, علاش ما خصوش يتضرب؟ راه كاينين اسباب علاش ما خصوش, راه ماشي غير جاوا قالوا لك هكاك ما تضربش ولا ما تقمعش ولا ما تعايرش ما تقولش لي غومو ولا ماشي غير هكاك وجات وتقالت هذه القضيه. دونك انا غادي نمشي نبحث, ولا دقيت البيبان باش نمشي نتعلم فورسيمون غادي نتعلم فورسيمون غادي نلقى المعلومه. ما يمكنش انك تبقى عايش مسدود على راسك هكا انا كنفهم هكا انا كنعرف انا هذه هي الحقيقه المطلقه ديالي ما كاينش حقيقه وحده اخرى هكا كما قالوا لنا اي سي كوم سا نو سي با بوسيبل. خاصنا نفتحوا الدماغ ديالنا راه دار باش بوغ تريتي لانفورماسيون نتعلموا حوايج نكتسبوا معرفه نسولوا نمشيو نطرقوا بيبان. ها هما كاينين الناس كيجيو مثلا في هذه القضيه ديال التربيه ديال الاطفال كنتلاقى بزاف ديال الناس فوالا كيجيو كيقول لك اوكي انا ما كنتش عارف انا درت خطا ديجا انا جو لي سالو كنقول لهم شابو هاد الناس هادو كنقول لهم تبارك الله عليكم. علاش؟ لان ماشي العيب اننا نخطئوا كاملين بينا كنخطئوا, ولكن العيب انك ملي كتشوف بانك تعيش في واحد الوسط حتى شي واحد ما فرحان كلشي طالع له الدم الدراري عندهم مشاكل كبار في المدرسه في الدار مع صحابهم ايتو اي اون كونتينيو باسكو خاص هذيك تكون كما هكا كما انا كنفكر فيها. عندي رساله ديال سيده اللي كتشكى من بنتها, يعني الان غادي غير باش نحطوا الامر قدام المستمعين والمستمعات. ملي كيولي عندك ولد كيتصور عليك في الدار كتبغي تهضر معاه او كتبغي تستعمل معاه العنف كيواجهك بنفس العنف. دابا الان السيده كتعاني ودخلت في حاله ديال الاكتئاب لان البنت ديالها كتضربها. وصلت مع بنتها ان البنت ديالها ولات كتعنفها, لانه علاش؟ انه فعلا كتعترف الام انها كانت كتعنف بنتها ملي كانت صغيره. الان كتخلص الضريبه ديال العنف اللي مارساته على علاش غنوصلوا حتى لهذه الحاله؟ اكزاكتومون. ولا قلتي المره اللي فاتت كنت هضرت على فرانسواز دولتو لان اللي هي بيدياتر, وشنو قالت لنا فرانسواز دولتو؟ قالت لنا داكشي اللي كنعطيوه للطفل واللي كنا كيرجع علينا. كاين بزاف لي بارون كيجيو كيقول لك انا ولدي ولا بنتي كيضرب اختو ولا كيضرب اختو ولا اوكي انت كتضربو كيفاش انت كتضربو اولا كتضربها
وكتمنع عليها يعني يفو ان كويرونس خاص واحد واحد داكشي اللي كنقولوه وداكشي اللي كنديروه وداكشي اللي كنفكروا فيه خص يكون متناسق تناسق تكون واحد لا كويرونس. ما يمكنش انا كنقول ما تضربش خصك ولا ما تضربش خوك وانا كنوض نضرب سي با بوسيبل. هاد القضيه اوسي ديال اللي قلتي دابا الا انت نفسي ولدك ولا بنتك الصغار وكاز كضرب وهذا انا جو نو سوي با سوربريز ان من بعد الولد ولا البنت غادي يثور وغادي يولي يضرب. وهذا مالوغوزمون كاينين بزاف عندنا في هاد عندنا بزاف ديال اللي كفحال هكا. واش التلفزيون والانترنت لانه البعض كيقول لك دابا حنا كلشي موجود حدانا حنا كناخذوا من التلفزيون كناخذوا من الانترنت كيفاش نربي وليداتنا. واش التلفزيون والانترنت كافين انهم يعلمونا كيفاش نربي وليداتنا؟ جو نو سي با باسكو التلفزيون حتى هو كيدوزو تو اي نيمبورط كوا الانترنت هو يعني خاصنا نسيبليو وخاصنا نعرفو فين غادي نمشي وفين غادي تسول. و اون بليس دو سا من 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 ناخذوش غير واحد الحاجه ونقولوا صافي هذه هي هذه هي لا فيريتي هذه هي الحقيقه المطلقه. نسمعوا هنا ونسمعوا هنا ونشوفوا هذا شنو كيقول ونشوفوا الاخر شنو كيقول ونديروا تقاطعات وناخذوا داكشي اللي يعني كنشوفوه. انا اون فيت سكو جانسيت لي جون افير اللي كندفع الناس انهم يديروه يخمو سي تري امبورطون نخدموا العقل ديالنا ماشي حيت داروا لنا هكا ولا قالوا لنا ولا غادي ندير هذيك القضيه. انا شي واحد ملي كيجي عندي مثلا باغي يبدل شي حاجه راه كنعطي ان اكزرسيس كنقول له سير طبقوا وشوف شنو كسكو سافا دوني بيتيت سافا ريان دوني ولكن او موان اون ايسيي خممنا هاد الحاجه هادي كتسلكني وهاد الحاجه هادي ما كتسلكنيش. الانترنت تقدر تعطي شي حاجه لانه كاين وي بيان سور مجموعه ديال الافكار مجموعه ديال المدارس مجموعه ديال كاين بزاف ديال نقدروا نستافدوا منها بيان سور ولكن تقدر تكون علينا عاود بالعكس كتخرج علينا. انا داكشي اش كنقول لك يفو فيغ اتونسون يعني الواحد بكثرت ما تعلمنا وبكثرت ما تثقفنا وبكثرت ما بحثنا بكثرت ما لي زيد ديالنا كيتكونسونطراو ماشي غير كتجي مثلا انا غادي نفتح واحد لو سيت غادي نقرا غنقول اه هادشي هذا هو اللي كاين نو يعني خاصك المطالعه وخاص اون فيت هذا سي ان ابرونتيساج راه ما يمكنش انك تجي وتقول صافي انا اليوم عارف كيفاش ندير وعارف كيفاش نربي وصافي سالينا وهذا لان يمكن اليوم غادي دير واحد الحاجه اللي نتايا كتقول بان راه داكشي اللي كاين غدا ولا بعد غدا تكتشف بان سيتي با لا بون ميثود دونك غادي اون فايسي دادابتي اون فايسي دو ريكسيفي لو تير بحال اللي كنقولوا. شتيني الان كنقلب في الجي اس ام لانه كيوصلوني بزاف ديال الرسائل من بعض الاباء والامهات انهم كيوريو لوليداتهم دي فيديو اللي كيشوفوهم همايا وكيوريهم لوليداتهم اللي فيهم نوع من خلق واحد الكراهيه للاخر ومع ذلك كيوريهم لهاد لي فيديو للوليدات ديالهم او كيعاودوا للنشر ديالهم. فكيفاش بغيتي انه اي حاجه التقطناها من الانترنت واي حاجه ندخلوها للبيت ديالنا وندخلوها للوليدات ديالنا بدون من نقلبوها بدون ما نعرفوا اشنو الخطر اللي ممكن انها تشكلوا علينا؟ اكيد انا ما غاديش ندخل الانترنت اي حاجه للدار اي حاجه يعني ملي غادي نشوف راه كاين في انترنت كاين سي ان موند عالم بوحديته يعني كاين المزيان وكاين العيان وكاين الخايب وكاين كل شيء. دونك انا ما يمكنش ولكن عاوتاني كنرجعوا للمعتقد ديال الاباء اوسي الا كان الوالدين اصلا حتى هما عندهم كراهيه لواحد اخر ايفيدامون غادي يبغيو يدوزوا الكراهيه للدراري ديالهم ايفيدامون. وهذا هو الخطا الكبير باسكو علاش غادي نكرهوا بعضياتنا؟ حيت اختلفنا في الدين حيت اختلفنا في الاجناس حيت اختلفنا في الاعراف حيت اختلفنا حنا كاملين تخلقنا سواسيه. انت عندك معتقد ديالك واحد اخر عنده معتقد ديالو غادي نجيو لهاد القضيه ديال حتى التطرف اللي كيوقع لبعض والناس اللي اسمح لي والناس اللي عندهم مثلا الشك مثلا في الطريقه ديال التربيه اوجوردي راه كاينين دي بروفيسيونيل فوزيت دون ان بيي كنتوما في واحد البلد اللي في
فين ما دقيتي كاين لي بلانينغ فاميليو. حاضر. كاين كاين سبقتيني في هذا السؤال وغادي نعاودوه مازال وي بيان سور كاين اون فيت غير دقوا راه لا ليك دي فامي هذيك لوين شوف لوين الدراري الصغار منين كيتزادوا هما كيتبعوك وهذا كاين البي ام اس في لي زيكول يعني هنايا ما يمكنش تكون بيردو فهمتي يعني لا لا كنتي فريمون متبع ولدك وباغي دير به شي حاجه بهذاك لو بروجي ايدوكاتيف اللي هضرنا عليه في الاول لا باغي توصلوا لواحد المستوى اللي هو عالي راه كاين البيبان اللي غادي تقدر تطرقها وغادي تلقى فيهم الحلول. صاحب او صاحبه الرساله جاوبتك وجاوبك قال لك التربيه القديمه كان فيها حسن الجوار كانت المحبة بين أفراد الأسرة كان التعاون كانت القراءة والصبر وكان كذلك تحمر العيني. وي تحمر العيني مزيان أنا ما كنقولش لا وكان تقرص تقرص لا وي يعني كاين أشياء إيجابية وكاين أشياء سلبية بيان سور بيان سور شوف التربية خاصها تكون مبنية على مبادئ دائما كنقولها حسن الجوار راه قديمه ولا اوجوردي انا راه غادي نربي انت ما ربيتيش ولادك على انهم يحترموا لي فوازان ويحترموا هذا حنا نجيو ولادنا كنربي ولادنا لان يكون على داكشي اون فيت الا بغيتي تربي ولدك على لاموغ راه ما كتبقاش في الهضره ولا شنو غادي تقول ولا كتبقى في الفعل. حنا دابا تكلمنا قبل قليل على سميتو قلت لك حنا نرجعوا ليها هي ديك كراهيه الاخر وكراهية الآخر هي تقدر تكون كتكره جارك لأنه ماشي باوي. مسلم لأنه أكيد. لأنه ماشي من دينك وانت دائما كتشوف كتنظر له بالنظرة ناقصة لأنه ماشي في الدين ديالك وهذا ربما كي الولاد أكيد ماشي ربما لا أكيد أنهم غادي كيلتقطوا داك الشيء مباشرة. حنا غنرجعوا لهاد النقطة هادي لكن نبقاو الآن مع المدرسة ونمشيو للفاصل ونرجعوا باش نشوفوا كذلك المدرسة شنو الدور ديالها. شو المجلس إخباري ما فيها بس أستاذ الرحاب أننا قبل ما نرجع لواحد السؤال كذلك هنا نخليه حتى الجزء الثاني. الآن شفنا الوالدين درنا واحد الإطلال على الوالدين الآن كاين الجهة الثانية المدرسة شنو هو الدور لان بعض المرات كيقولوا الوالدين وهذيك المدرسه ما دارت لنا والو وخذت لنا غير على اولادنا ما عطاتنا حتى شي تربيه هي هذيك واش المدرسه كتعطي او كتكون غير مكمله للتربيه. انا بالنسبه لي لا سيلول فاميليال دونك العائله المحيط العائلي والمدرسه كيخدموا اونصومبل بوغ موا لان الطفل كيتزاد في واحد العائله كتعطاه لي باز لان جوسكا 2 زون اي دمي اولا بون نفرضوا الولد ما كيمشيش لا كريش ما كذا راه كيكون في الدار الوالديه اللي كيعلموه لي بروميير باز اون فادير ديال الحياه باش ملي كيمشي للمدرسه بيان سور كاين تربيه اوسي او نيفو ديال المدرسه وبيان سور كاين حوايج اللي كيدوزوا في المدرسه اللي ماشي الله الله ماشي هما هذوك سا اون جو نو ديسكوت با دو سا مينتنو خاص ما يمكنش ان بزاف المرات شنو كنشوفوا الوالدين كيحطوا المسؤوليه على المدرسه ولا المدرسه كتحط المسؤوليه على الوالدين اي دونك دوكو كل واحد كيبقى في الكوان ديالو وشكون اللي كيضيع في 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 الطريق هو داك الطفل اللي كيضيع. اذا دائما الولد مسكين ولا البنت هي اللي كتخلص الضريبه فوالا كتخلص الضريبه ديال الناس كبارين الناس كبارين اللي هما فوالا غاديين شادين الطريق عندهم معتقدات اللي كيديسيديو في بلاصتهم كيديسيديو في بلاصتهم. دونك انا بالنسبه لي الوالدين التربيه كتبدا عندهم منين يمشيو للمدرسه خصهم يبقاو على بال وسي يبقاو مطرطقين ودنيهم وحالين عينيهم مزيان ويشوفوا شنو كيدور وشنو كيتقال وشنو كيوقع وهذا حنا غياب تام وي ندير الولد حطو المدرسه وتمشي تجري كاين اللي عندهم الوقت كيبقاو جالسين حدا باب المدرسه ولا كيمشيو للقهوي يجلسوا دابا راه ولاو نساو الرجال كلشي كيمشي دابا للقهوي للمغازات كيجلسوا بالسويع ولا كيمشيو للمرشيات يتقداو المهم انهم عندهم فين كيدوزوا الوقت ولكن الا عيطتي لهم وقلت لهم اجي للاجتماعات ولا اجي لهذا ما كيمشيوش كاين شي واحد اللي كيحكي اكزاكت ما كيمشيوش اي سا سي مالوغو باسكو كيما قلت لك خاص هذاك الولد خاصو يكون محيط محاط به
يعني لم طرف المدرسة لم طرف العائلة شفنا شي حاجة ماشية هذيك هذاك لو جورنال دو كلاس راه داروا سي بور سا باش نتبعوا شنو واقع كنصيفطوا ليه الجورنال دو كلاس كنصيفطوا ليه حتى كنقطعوا له داك لوكاسيون فاميليا كنسدوا له الروبيني عاد كيمشي كيجد مي سي سا اللي كنقول لك سي كوا لو بروجي ايدوك كنرجعوا توجور لا ميم شوز سي كوا لو بروجي ايدوكاتيف اللي عندنا خاصنا نفهموا واحد الحاجة اللي هي مهمة بزاف التربية راه ما كدوش توت لاني توت لاني ما كتدوز ما كتال نو دور با توت لي تيرنيتي ما كتكونش الحياه كامله التربيه راه عندنا واحد لو طون محدد واحد الوقت محدد اللي نشمر على دراعي ونوض ونربي داك الدراري ونوقف هذا من بعد رخي الا بغيتي ترخي ولكن غادي تعرف بانك رخيتي وخليتي وراخي افيك دي باز ما راخيش غير هكا هكا دونك هذه هي لا ريفليكسيون اللي خصنا نديرو والدراري راه ماشي ساهلين انا جي لامبريسيون هذا الوقت هذا جي لامبريسيون كو الناس خصهم يكون كل شيء ساهل الوليد يكون جالس ترانكيل يكون كيقرا مزيان يكونوا كيقولوا عليه جونتي يكونوا وفينا هو الطفل كيفاش غادي يعيش الطفوله ديالو راه خصو يعيش خصو يلعب خصو ينقز خصو يدير لي كونغي خصو يطيح ينوض دونك هادشي هذا شنو خاص خاصو الصبر خاص الوالدين يكونوا صابرين ويكونوا شحال ديال الدراري عندهم مشاكل في المدرسه نمشي نتبع نسول ما نخلي حتى شي واحد انه يتكرفص لي على ولدي وهذا لان سا بو اريفي اوسي مالوغوزمون في واش حنا اصدقاء ديال ولادنا ولا اعداء ديالهم حنا ما جو نو بونس با كون بوز لا كيسيون ما كنظنش واش كنوصلوا لهاد البوزي هاد لا كيسيون علاش لان ملي كنولدوا الدراري شنو كنقولوا هذيك لا بروبريتي ديالي هذاك الولد ولا هذيك البنت انا اللي ولدته انا اللي جبته وانا هو خصو يسمع ليا وخصني ندير به ما بغيت اوغ سي فو ما يمكنش سي با بوسيبل لان هذاك يعني كنلغي شخصيته كامله بزاف كاينين بزاف شو شحال ديال الدراري عندهم مشكل في في في, في الثقه في النفس انورميمون دونفون énormément donc nous sommes مع راسنا راه كاين اوكي كاينه التربيه في الدار كاينه في برا باسكو حتى الدراري ملي كيخرجوا للزنقه ولا ملي كيمشيو ليكول كاينين الدراري كيهرسوهم كاينين الدراري كيكريتيكيو كاين يا اما كنقتلوا له الشخصيه يا اما داك الولد كينفجر وكيولي واحد اخر وحنا غنجيو لهاد الشيء بيان سور دونك يفو فيغ اتونسيون هاد الشيء هذا كامل وبالصبر نقدروا نوصلوا لان ريزولتا كي اكستراوردينير استاذ رحاب اليوم عندنا حنا جوج ديال المتناقضات عندنا المدرسة والمدرسة عندنا مدرسة ديال العادية اللي كيمشي لها الطفل وي سيمانة كاملة من الاثنين حتى الجمعة كنشدوه كنديوه لمدرسة أخرى ما عندها حتى علاقة بالمدرسة اللي هو فيها فرق كبير جدا ما بين هنا وهنايا الشيء اللي كيسمعوه هنا بعد مرة أنا زرت مدارس بعد مرة الولاد جالسين تما ما هماش هنا كيتسنى غير يسالي ذاك الوقت باش يمشي فحالو واش حنا عارفين اشنو كيوقع في هاد المدارس اللي حنا كنديوه ليها وشنو كيجرى في هاد المدارس وشنو الفرق بينها وبين هاد المدرسه وشنو يمكن تعطي كاضافه لذاك الوليد ولا غير خصنا راه نمشي نتعلم العربيه وغيتعلم لي القران خصو ضروري يتعلم القران ويتعلم هو مسلم خصو ضروري يتعلم وفي الاخر كنلقاو النتيجه والو خصنا ضروري نعرفو فين كنحطو ولدنا أكيد ومؤكد ماشي غير حق أوبليغاسيون أنا ما غنجيش نحطي ولدي في اون انستيتيسيون اللي ما عارفاش شنو كيدور فيها ما عارفاش شنو كيدار فيها سير شوف في انترنت لي فيديو كاشي أو لي كاميرا كاشي اللي كيداروا في كيسكي سباس شنو في لي ميساج ديال لا ان اللي كيدوزو شوف لي ميساج نعطيك مثال أنا منين جيت لبلجيكا كنت جي ريبوندو أ اون أوفر للمدرسة العربية باش نقري اللغة العربية ياك منين مشيت هضرت مع السيده pendant 1 heure on a discuté oui votre profil est très intéressant عجبتيني بزاف وهذا انا جو سوي بريت انني نونجاجيك دي دوما كاين مشكل قلت لها شنو هو المشكل قالت لي ما كديريش الحجاب قلت لها وشنو الحل قالت لي منين تجي تقري ديري الحجاب شوف ليبوكريزي فين واصلين لها قلت لها ايوا وغدا ولا بعد غدا منين يتلاقاوني الوالدين والدراري برا ما دايرهش حجاب ما عندكش مشكل ما كيخلق لك هادشي هذا مشكل ولا بالبلا في الدماغ ديالك قلت لي والوالدين كيبغيو هادشي هذا ايه ولكن يعني الوالدين راه شايفيني في الزنقه بالله اكزاكتومون دونك
انا اللي قلت لها نو جو ناكسبت با باسكو انا جو ناكسبت با انني نعيش في ليبوكريزي وانني نكذب. انا جايه نقري قلت لها اون بليس دو سا سولتها قلت لها اجي واش انا جايه نقري اللغه العربيه ولا شي حاجه واحده اخرى. اي دونك لا سيتي امبيغو. من تما انا قلت مع راسي avant de mettre ton enfant في une école d'arabe ou يمكن نزيدو نفصلو قبيلتي لان هضرنا واحد المره على هاد لي زيكول اراب وشنو كي شنو كيدار فيهم وهذا. انا من الحق ديالي نمشي نسول شنو لو بروغرام شنو كيتقرا غادي نناقشوا هذا الشيء في الجزء الثاني ان شاء الله بحول الله. شكرا لك استاذ رحاب. يمكن لكم تتواصلوا في البعث الرسائل ديالكم عبر الاس ام اس وعبر الواتساب كذلك. غادي نمشيو للموجز الاخباري مع زميل الياس ثم نعود للجزء الثاني. الوقت كيدوز بسرعه. اهلا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم ماش ظهر لك مستمعي الافاضل. بطبيعه الحال هناك رسائل اللي وصلت بالواتساب مع الاسف الشديد وبغيت ندوز لك الرساله ديال الاخ لكن ما عرفتش كيفاش تتمحات على كل شنو كتقول المجمل ديالها دان. غادي نحاول ان شاء الله المجمل ديالها كيقول في الرساله ديالو انا عقلت على الكلام ديالو اللي الناس سمعتها مزيان انه كيشكرك بزاف لان تغيرت الحياه ديالو كيعتبرك الاخت ديالو اللي ما ولدتهاش لامه. انا دابا كنقول لك ولو كنت كنتمنى ان المستمعين يسمعوها معنا وتغيرت الحياه ديالو. انا كنوب عليك سيدي الكريم لانه مع الاسف كنعتذر لان ما عرفتش كيفاش تمحات الرساله انه تغيرت الحياه ديالو فعلا وانه كيعيش الان انسان اخر من بعد ما كيتبع كل نصائح ديالك. يعني كنلقاو انه الحمد لله كاين هناك ثمار ريحه. اكيد اكيد هذا هو اللي كيفرحنا وكيخلينا اننا هناك اناس اللي كيتقبلوا انهم يغيروا من الحياه ديالهم ويعيشوا حياه جميله زوينه لان الحياه كيف ما كانت هي قصير. داكشي هو انا اصلا الهدف ديالي من هذا الشيء هذا كامل هو ان الناس يعيشوا فريمون يعني يعيشوا مزيانين ويعيشوا في سعاده ويبدلوا الحوايج اللي ما كت اللي كتخليهم انهم ماشي مزيانين في حياتهم. دونك بوركوا با دونك هذا هو الهدف ديالي و جو سوي تري كونطون. شكرا سيدي دوماج كو لو ميساج تمحى ولكن فوالا الرساله وصلت وكنشكرك بزاف على هاد المشاعر النبيله. قبل ما نمشيو كذلك للمدرسه نرجعوا ليها هناك معاناه ديال واحد البنيته عندها 4 سنين ونص تعاني بزاف وهادشي كنتي تكلمتي عليه في واحد الحلقه. صحابتها يوميا معقدينها خيبة ما زويناش اللي يشوف كي ديرة حتى تعقدت البنت انها ما بقاش كتبغي تمشي حتى للمدرسه ولات دائما ملي كتسمغ ديال المدرسه هز هذاك الهم ديال دوك البنات اللي كيعيروا 4 سنين ونص. وي الى عقلتي ملي كنا درنا ليميسيون على لارسيلمون على التحرش في المدرسه كنا قلنا بان التحرش كيبدا من الدراري صغارين كاع يعني على مستوى ديالهم ولكن كيبدا يعني الا كان تو لي جوغ ان الدراري بيناتهم راه سون تري دور ديك انت يا غليظه انت يا خايبه كيوصلوا حتى لبعض المرات كيقولوا ماماك خايبه باباك خايب يعني الا ما عطيناش جوستمون جو بونس كو كاملين بينا كندوزوا معاه هكا مع ولادنا لان انا وسي بناتي ا مومون دوني جاو جو مو رابيل كبيره جات واحد المره كتبكي وكتشاقى قالت لي يا صاحبتي انا خايبه ايتو. اي دونك شنو لو رول ديال لو بارون انه اي فا كي غادي نستقبل هذيك المشاعر ديالها والعواطف ديالها وغادي نتفهمها وغادي ندوز لها الميساج بان اون نو بو با بليغ ا تو لو موند ما يمكنناش اننا نعجبو كل شيء ما يمكنناش يعني غادي نحاولوا ما امكن اننا نبنيو الثقه في النفس ديالها واننا يعني ما يبقاوش ما تبقاش تاثر بداك الكلام اللي كتقولوا لها اللي كيقولوا لها في المدرسه ودغيا دغيا تاثر ودغيا دغيا تبقى تبكي ودغيا دغيا ما توصل حتى لانها ما دونك هنايا خاص الام مثلا تشوف يعني تبع هذه القضيه هذه ديال شكون اللي كيقول لها هذه الهضره اش من فريكونس واش دائما واش مره شنو كيوقع باش تفهم لان ما يمكنش ان الطفل المدرسه راه كندوزوا فيها بزاف ديال الوقت ما يمكنش ان الطفل ولا الطفله يمشي للمدرسه هو غادي بالسيف سي با بوسيبل لان بور لوي ماشي مزيان وبور لا فامي اوسي من بعد سافا با ايتر
تحية لك للا خديجة من يوكل. كذلك هناك رسالة أخرى تتحدث عن كيف تحسين ظروف العيش. هناك كتب بالفرنسية ممكن أننا نقرأها تقول الرسالة. أكيد. الآن كما قلنا قبيلة كان دي ولدتنا يعني احنا ما عارفينش فين كان حطو ولدنا. صحيح أننا بغيناهم يتعلموا العربية، صحيح أننا كان خلصوا عليهم فلوس باش نعلموهم اللغة العربية باش نعلموهم القرآن الكريم، لكن ما عندناش حتى فكرة على شكون هذاك المعلم، شنو المشاكل اللي عنده، شنو المنهج اللي كيتبع المدرسة، اش من المنهج اللي متبعه. كنديو كنحطو وليداتنا كيتعلموا وليداتنا كيجيو ملي كنسولوهم كنلقاوهم باقيين كيدار مع الحرف ما عارفش يقراه. هذا الولد هذا شنو هي الطاقة الاستيعابية ديالو في هاد 7 ايام على 7 ايام استاذة؟ هذا كنا هضرنا عليه نهار اللي درنا الموضوع على الأنشطة الموازية للطفل، وكانت كان عندي واحد التعقيب من واحد السيدة اللي قالت وي لا انا ولادي كنديهم 3 مرات في السيمانة اللغة العربية، ودابا كيهضروا باللغة العربية مزيان وكهذا وهذا. انا جو نو سوي با كونتر نتعلموا اللغة العربية، بالعكس اللغة العربية هي واحد اللغة اللي هي زوينة بزاف. واش واحد اللي واحد كيهضر لينا العربيه مزيان نقول له صافي راه مزيان كلشي مزيان، خصنا نشوفوا حنايا نشوفوا كلشي. الهدف اوسي من انك تدي ولدك يتعلم اللغه العربيه. بزاف الناس ماشي التعلم اللغه في حد ذاتها، بزاف الناس اللي كيما قلتي باش انه يحفظ ويقرا القران. الوغ مو لا كيسيون كو جو بوز، واش انا بالنسبه لي شنو اللي مهم؟ ان ولدي منين يقرا واحد اللغه يفهم شنو كيقرا داكوغ، او لا انه يحفظ واحد الحاجه ما عارفش شنو كيحفظ. سي سا لا ديفيرونس. كيما قلتي كاينين بزاف ديال الدراري مالوغوزمون كيمشيو كيحفظوا باسكو فوالا كيحفظوهم، ولكن ها هو حافظ مثلا الصوره. شنو هو الهدف الا ما كانش فاهم شنو كيقرا؟ شنو هو الهدف؟ حنايا الهدف منه هو انه يتعلم يفهم شنو كاين. دونك يتعلم اللغه العربيه دابور، لان اللغه العربيه غادي تمكنو انه يقرا من بعد، وانه يفهم، وانه يستوعب لي شوز. اما باش تمشي تاكابليه اونكور بلوس بحال اللي قلت لك ما كنعرفوش شنو كيدوزو في هذه اللغه في هاد لي زيكول اغاب، ما كنعرفوش شنو كي شنو هما لي ميساج اللي كيتداولوا ما كنعرفو. ودايوغ كنا قلنا واحد المره على حساب لا فونداسيون ديال الغوا بدوان اللي كندرس واحد تقرير على هاد على الجاليه اللي هنايا في هذا، قالت لك بزاف الناس كيديو لي زيكول باش يتعلموا اللغه العربيه، ولكن حنايا مثلا جايين من لو ماغريب، دونك الناس ديال المغرب العربي ما عندناش مثلا نفس التقاليد ونفس الطقوس الدينيه وهذا ديال الناس المشرق باغ اكزومبل، الوغ كو هنايا كنلقاو المناهج اللي كنتبعوهم هنايا منها. دونك دوكو اون اون كونتراديكسيون، كاينين شي حوايج مثلا اللي حنايا تكبرنا بهم في المغرب وهذا سي با دو تو لا ميم شوز ايسي وهذا. دونك خاصنا نجلسوا مع راسنا ونفكروا مزيان في هذه القضيه هذه، ماشي غير اجي وحط ولدك في شي بلاصه، ماشي غير اجي وغير صافي ها هو كيتعلم ها هو كيقرا. خصني نعرف ولدي شنو كيتعلم، خصني نعرف ولدي شنو لي ميساج. راه بعض المرات كنسمع شي اغاني باللغه العربيه قسما بالله لك نقول واو. ولكن الوالدين فين هما؟ هاد الوالدين اللي كيديو مثلا ولادهم وكيحطوهم مثلا، او بعض المرات دابا كما قلتي كتسمعي اغاني. انا بعت لك جوج ديال لي فيديو باش تشوفيهم غير باش تقارني استاذه وتعرفي اشنو اللي ممكن يوقع. انت غادي تكلمي لي على هاد الفيديو اللي كيتكلم على هاد الاغاني، انا غنزيدك. الان مدرسه وكاين بعض الاباء هما بنفسهم كيزيدوا كيفرح كيصور ولده ولا كيصور بنته اللي عنده باقي عند صغير عنده 2 ونص 3 سنين، كيفرح انه كيبدا كيردد بعض يعني كيعمر ديك الاله ديال الدماغ كيشارجيها له. قول الحديث الفلاني شكون النبي الفلاني شكون الفقيه الفلاني شكون، وكيعمروا كيحشوا بحال لا فيديو اللي صيفطت لي جوستمون البارح ومني كنت كنشوفها. الولد عنده كوا عنده 7-8 ans كاع وكيدير بخش من بخش كاع يعني كيفتي كيدير اي. انا جو مو ديزي واش هاد الولد هذا كيفهم داكشي اللي كيقول؟ اكيد لا،
اكيد ما يمكنش يكون كيفهم اسوناج الكلام بهذاك هذاك حفظ يعني حشو حشو هو حشو. خليو لي زونفون يعيشوا المراحل ديال هذا ما تحملوهمش ما لا طاقه لهم به باسكو من بعد داكشي راه غادي يرجع ليهم. انا ولدي ولا بنتي نعلمو يخمم نعلمو يفكر ليسبري كريتيك حنا ما عندناش ليسبري كريتيك. انا سي لا بلو غروند شوز اللي كنفتقدها لا في التربيه ولا في التعليم ولا في كل شيء. ما كنعلموش الولد ولا البنت انه منين تقول لي واحد المعلومه طن خمم واش لوجيك ماشي لوجيك شنو قريت شنو هذا. ليسبري كريتيك سي تري امبورطون. حنا شنو عندنا عندنا كنعطيك خاصك تاكل داكشي وتصرطو وتخدمو وتعرضو عليا. شنو المعمول شنو المعمول شنو اللي يمكن يتعمل الان في خدم الان لانه الضحيه هو هذا الطفل. احنا جايين مازال باقي نتمنى ان الوقت يرحمنا يخلينا باش نمشيو للاسئله الاخرى باش نوصلوا ليها. هاد الاطفال اللي احنا الان احنا كاباء وامهات يمكن على حسن نيه او ما فاهمينش او ما عارفينش كنديو وليداتنا باش يتعلموا ما كاين مشكل. نعطيك غير واحد المثال. تكلمتي قبيله على الحجاب. تصوري معايا استاذه ان البنت كتمشي للمدرسه ديالها العاديه من الاثنين حتى للجمعه بدون حجاب ما دايرهاش الفولار. ومني كتدخل للمدرسه ديال اللغه العربيه خصها دير الفولار. البنت شنو غتسول مع راسها شنو الفرق اكيد علاش انا كندير الحجاب وهنا ما كنديرش الحجاب. ما كايناش علاش هنايا كاين حديث وكاين هضره وكاين كلام وكاين اللي متناقض تماما مع اش كيتقال لي في المدرسه يوميا. كيفاش الدور اللي خص الوالدين لانهم هما اول الناس اللي خصهم يحميو وليداتهم باش يحميو وليداتهم شنو خصو يدير بالمراقبه جوستمون. انا ولدي ولا بنتي ما عنديش الوقت انا القضيه ديال ما عنديش الوقت الوغ انا خدام ما عنديش الوقت ما نولدش الدراري اصلا صافي. انا بوم وصلت الهضره لان ما يمكنش انك تجيب واحد الولد سور سيتير وتقول لك ما عندكش الوقت. سي با بوسيبل بوغ مو. خاص يكون عندك الوقت تخرجوا داك الوقت الله يجعلك ما عرفش شنو هذا خاص تخرج داك الوقت. كنتكلموا على واحد واخا كنقاطعك سمحي لي لانه كيفاش كناخذ معك في الهضره اليوم. احنا كنعرفوا ان الجيل الثاني انا كنسمي الجيل الثاني او الجيل الثاني بي لان الجيل الثاني او اللي جا من المغرب والجيل الثاني بي هو اللي خلقنا. الجيل الثاني بي اليوم ما كيهضرش العربيه وكيدي ولادو باش يتعلموا اللغه العربيه. يعني واحد التناقض كبير جدا ان الجيل الثاني ما كيهضرش العربيه قليل يعني ديك العربيه المهرسه ولكن كيبغي ولادو انهم يمشيو يتعلموا اللغه العربيه بدون ما عنده حتى علم على شنو كاين في المدارس. احنا بغينا اليوم نعرفوا هاد الوالدين اشنو الدور ديالهم وكيفاش خصهم يلعبوه باش يكونوا عارفين اشنو كيكون لا في المدرسه العاديه ديالهم ولا في المدرسه اللي كيمشيو ليها من بعد. يكونوا على علم ما يخليوش ولادهم هكاك غاديين وسالم. خاص يتبعوهم يعرفوهم شنو كيقراو شنو كيقولوا. سمعتي هذيك الفكره اوكي نمشي للمدرسه نسول نكون امبليكي ضروري لامبليكاسيون. ما يمكنش انك تخلي ولدك عايش غير هكاك وصافي سي با بوسيبل. ما يمكنش دير ثقه كامله في لانستيتيوشن كوم سا. شوف راه كاينين في ميم في لي زيكول دابا كنهضروا على لي زيكول اغاب كاينين ميم في لي زيكول هنايا والدين كيقول لك صافي راه هو في ليكول تو فا بيان اي تو. حتى واحد النهار كنكونوا فاس ان بروبليم انورم. علاش؟ لان ما شفناش لان ما سولناش لان ما بحثناش لان الطفل ما قادرش يجي يعاود لنا باسكو خايف لان ما عندناش الحوار معاه لان 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 هذا حتى كنوصلوا لشي مواصل اللي صعابين من بعد اننا نخرجوا منها. دونك نحنا نكونوا فين ما حطيت انا ولدي ولا بنتي كو سا سوا في ايكول اغاب ولا ايكول ولا ميم اكتيفيتي اكسترا سكولير ولا هذا نشوف نكون على علم وعلى درايه شنو كيوقع هذاك الاستاذ معاهم شنو كيقول لهم الدراري بيناتهم شنو كيتداولوا. لونفو راه الا سولتيه وعطيتيه الوقت وديتي وجبتي معاه في الهضره راه غايقول لك كل شيء. اكيد وكبعض المرات كيجيو كيطرحوا عليك سؤال كيقول لك بابا بصح واش هذه حرام ولا هذه حرام. وحنا غادي نجيو ليها الان لانه ملي كيكبر الولد وكيكون بدا كياخذ حوايج اللي ما عرفوش. هنا رساله ديال احد المستمعين كتقول راه المجتمع كله فاسد اذا خصنا نصلحوا المجتمع عاد نشوفوا وليداتنا.
الى اي حد الى اي حد يمكن يكون عنده الحق في هذا؟ عنده الحق سيغتينمون، يعني لان التربيه ديال الدراري راه خص الوالدين يكونوا مربين، ولكن ما خصناش نقولوا عاوتاني حيت المجتمع فاسد. فوالا اون فيت خصنا نخدموا اونصومبل كاملين. داكشي اللي كنقول دائما، مثلا انا كنجي ندير لا غادو ياك كنهضروا على 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 مواضيع، بزاف الناس كيقول لي سي تري بيان لي كونساي وداكشي، هذوك لي كونساي ما تخليوهمش عندكم، هذوك لي كونساي دوزوهم اغوش ادغوات. عندك جارك كتشوفو كيدير شي حاجه ماشي هي هذيك مع اولادك، ماشي تمشي تقول له افلان خصك دير ولا خصك تأمبو. لا راني سمعت بوتيتر كاينه واحد الطريقه، يعني حتى في اللباقه في كيفاش كنوصلوا الهضره، يعني ماشي انك نكونوا حشريين ولا هذا، غير اننا ندوزوا لانفورماسيون وهكا باش غادي نزيدوا كاملين القدام. كنقيم نقول قراو، نديروا اهداف في حياتنا، ما نبقاوش غير عايشين غير هكاك وصافي، غير نوض كل شرب سير خدم وهذا. شوفوا شنو تعلموا اولادنا، واش تعلموا شي حاجه ولا لا، شوفوا شنو تعلموا، ندوزوا الوقت مع اولادنا. لان شوف مثلا انا مع اولادي كنعاود نقرا معاهم، الا بغيتي تقول داكشي اللي كان ندوز نسيتي شحال هذه فوالا، انا فوالا صافي لونطون داكشي ملي كتجي هذه قريتها هذه دونك سي انتريسون سا تانتيريس كتسمع كتزيد القدام. الا بقينا في بلاصتنا كندورو في حلقه مغلقه. دونك مجتمع فاسد اوكي، الدراري كاين مشاكل مجتمع فاسد اذا صافي ما لا انا جونو لاش با، نتسناو نصلحوا المجتمع عاد نصلحوا الاولاد. جونو لاش با، كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك، نوض نشمر على دراعي ونحاول ندير اللبنه ديالي على قد المستوى ديالي. نمشيو للفاصل. رسائل كثيرة وحتى بالواتساب كيف سمعتي معايا، كنحيي الأستاذة مريم، كنحيي المستمعين المتابعات اللي كيبعثوا لنا بالرسائل الواتساب، حنا كنسمعوهم لأن ما عندناش الوقت فين ندوزوهم، إنما كنتصنتوا لهم مني كيكون فاصل إشاري كنمشيو نتصنتوا لهم. أحد الإخوان قال إلا بغينا التربية لوليداتنا خصنا نعطيهم تربية إسلامية 100% ونتبعوا الطريق ديال الصحابة ونكونوا بخير وعلى خير. هذا رأي كل واحد، ورأي كل واحد كي تحترم بدون شك. تكلمنا أستاذ رحاب في واحد الحلقة من الحلقات عن الانحراف ديال الشباب، ولقينا أنه واحد الوليدات اللي كيعيشوا مشاكل، إما كيمشيو للخمر، كيمشيو للقمر، كيمشيو للحشيش، كيمشيو للمجون. فئة أخرى كتنحرف عن الطريق الصحيح ديال الدين، لأنه كما قلنا ما كانتش مراقبة، فكيولي الطفل ملي كيولي مراهق كيولي متشدد متطرف في الدين ديالو، راديكالي في الدين ديالو بشكل مخيف، أنه حتى كيولي يدور في والديه كيعتبرهم بأنهم حتى هما يا كيقول لهم انتما يا كفار، لان ما كتصليوش او ما كتحترموش الدين، ما كتطبقوش بطريقه. كنوليو الان عايشين في دوامه خطيره جدا، يا اما كينحرفوا لينا الاولاد يسارا او يمينا تطرف خطير من هنا ولا من هنا. هذه هي النتيجه اللي تكلمنا عليها من هذه ساعه وشي حاجه. يمكن نوصلوا لهاد القضيه هذه، على داكشي كنقولوا خير الامور اوسطها. فوالا دونك الا اعتدلنا ديجا حنايا، ولكن حنا ما بقيناش عارفين منين نشدوا العصا كاباء كامهات، ما بقيناش عارفين منين غنشدوا العصا، واش نشدوها من الوسط ولا نشدوها من الجنب. استاذها احنا تلفنا، نشدوا الارض ونعاودوا النظر شنو خصنا نديرو، وشنا هما كيسكي لو بلوز امبورطون بور نو، شنا هو الاهم بالنسبه لينا. باسكو الى ولدنا واحد الدراري ياك ما عطيناهمش وقت، ما سمعناهمش، ما حسيناش بهم، كاينين بزاف ديال الحوايج. السيد قال لك التربيه الاسلاميه، جو في بيان، عطيونا كونكريتمون بارلون شنو هي التربيه الاسلاميه، نتبعوا غير نكونوا فاهمين شنو. باسكو كنقولوا حنايا التربيه الاسلاميه، كنقولوا حنايا مسلمين حنايا، ولكن مالوغوزمون ملي كتجي الارض الواقع انا جو مي بوز دي كيسيون، ومن هادي من شحال هادي، لان ملي كتجي كتشوف الدين كيقول لك معاملات، كيقول لك خصك ما ديرش الدين ومعامله فوالا،
الدين معامله اللي كيقول لك الدين العمل عباده. كاينين بزاف د الحوايج كي سون اكستراوردينير دون الدين، ولكن ملي كتجي الارض الواقع كتشوفهم كيفاش كيطبقوا. كومون فوتو يكون واحد لا كوهيرونس اللي تكلمتي معاه كيقول لك الا بغينا نصلحوا خصنا نرجعوا للدين، واش كتسنى؟ وي سي سا. لي بارون مثلا اللي كيقولوا لولادهم ما ديرش ديك الحاجه هو كيديرها قدامه عين باين، شنو كتنتظر من هذا الطفل هذا؟ انا غير بغيت نفهم ملي كان حنايا ديجا اوني دي زيتر هومان، ياك حنايا انسان كنقدروا نرتكبوا خطا، كنقدروا بالحق ما نجيش ندير انا راسي بانني انا بارفي وانا اللي كنفهم وانا اللي كنعرف، ولكن في داكشي اللي كنقول حاجه وداكشي اللي كنطبق حاجه واحده اخرى. مثلا الرساله اللي سمعت انا وياك الان كيقول لك خصنا نرجعوا للدين ونرجعوا يا سيدي نرجعوا للدين ما كاين مشكل، ولكن ملي كنسمعوا الخطاب ديال الكراهيه هادوك كفار هادوك غير دايرين هادوك غير فاعلين، هاد الولد شنو كياخذ في باله؟ سواء كيسمعها في الدار عند الوالدين ديالو، كيشوف المعامله ديالو مثلا مع الجار ديالهم ما تسلموش عليه هذاك راه كافر ولا، او كيسمع في المدرسه كتكرر هاد الكلمه عنده في المدرسه، او كيسمعها في شي جمعيه او في شي محل. فينا هو الحب؟ فينا هي الانسانيه اولا؟ فينا هي زرع المحبه ديال أكيد. ديال الناس كاملين؟ المحبه، التسامح. حنايا اون فيت اصلا شادين الدين جو بونس من الجهه اللي كضر، باسكو ملي كتشوف الدراري الصغار كيجيو من الصغر ديالهم 5 سنين 6 سنين انا الا درت لي بيتيش غادخل جهنم، انا الا درت غيقطع لي الله لسان، وهادو دي ميساج اللي سمعتهم يعني ماشي اختارتهم ولا شي حاجه. هنايا كتسول راسك فين غاديين؟ حنايا شنو خصنا؟ حنايا علاش كنطمحوا في هاد في هاد في هاد الحياه؟ كنطمحوا اننا نعيشوا مرتاحين، كنطمحوا اننا نعيشوا في سعاده، كنطمحوا اننا الوغ علاش غادي نديروا علاش التناقضات بعدا؟ علاش غادي نفكر انا شي حاجه؟ يفو اسومي اون اسوم با. دابا حنايا شنو؟ حنايا كنفكروا في واحد، عندنا واحد المعتقد، عندنا واحد المنهج علاش خصنا نمشيو، ولكن حنا ما كنديروش داك الشيء، كنديروا لو كونتخير ديالو. يعني كنتناقضوا مع نفوسنا؟ كنتناقضوا مع نفوسنا، كيفاش بغيتي انني نكون انا سويه ونكون دايوغ باش يكون الواحد سعيد في حياته كاينه واحد لا كونديسيون سينيكوانون اللي قلت قبيلاتي، داك الشيء اللي كنفكر فيه، داك الشيء اللي كنحس به، داك الشيء اللي كنقولوا وداك الشيء اللي كنديروا خصهم يكونوا متطابقين. ما يمكنش انا يكون اختلاف في هادشي هذا كامل. كيفاش حنا قادرين؟ ما يمكنش انا اسمح لي، ما يمكنش انا نقول مثلا العلاقات الجنسيه اون دور دو مارياج حرام ياك ومسلم بها، وهذا انا كنديرها. كيفاش بغيتي هاد الانسان هذا يعيش؟ كنقول الله يغفر لي والله يغفر لينا، ولكن كيقول الله يغفر لي وهو عايش كتشرب شراب كتقول له كيقول لك والله الله يتوب عليا فوالا، كتكمي حيد القروش راه ما مزيانش لك هذاك الشيء قدام وليداتك وكتكمي في الطوموبيل والله يعفو علينا فوالا. اذا كاين دونك كاين تناقض، وهذاك التناقض شنو غيخلي الانسان يعيش؟ غادي يعيش ماشي في ماشي في لا كويرونس مع راسو، غيعيش معذب ديجا لان عنده احساس بالذنب، لان كيدير واحد كان عنده احساس كاين ما عندوش احساس وماشي شغله وماشي سوقه كيقول لك هي هكاك غادي كنمشي من هذا المنطلق انها فريمون. دونك خصنا نجلسوا مع راسنا، الا قلت انا بغيت نربي ولادي على الطريقه الدينيه ولا على الطريقه فلان فلانيه ولا على الطريقه، نكونوا كويرونس مع انا داكشي اللي كندير مريحني، ماشي حيت فلان قال وفرتلان قال وهذيك جارتي قالت ليا وهذاك قال، نو كندير داكشي اللي انا مريحني اي سي تري ليبيراتور. ملي كدير شي حاجه اللي نتايا مقتنع بها شخصيا الداخل ديالك وكتطبقها في حياتك لا الشخصيه ولا العائليه ولا هذا، كتكون غادي في واحد الطريق اللي مريحك. ملي كنلقاو والدين متشدين بنفوسهم عندهم واحد التشدد، ما نسلمش، من 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 ما ناكلش مع هذا، ما نجلسش مع هذا، ما نمشيش عند هذا، ما نتعرضش عند هذا، مثلا جارو باش يمسلم وعرضه ما يمشيش عنده، ما يقولش له مبروك مثلا السنه ديالكم، عايش معاه، عايشين في مجتمع اللي هو مختلف اللي كيعيش هاد الوليدات، شنو غادي ياخذوا وشنو هي الافكار اللي غتطلع بهم؟ انا قلت في البدايه الوغ جو با غير نكمل لك غير هادي. انا في بدايه الحلقه قلت لك انني جلست مع مجموعه ديال الشباب ما بين 20 و25 سنه، والولاد كلهم جامعيين تبارك الله،
ولكن تخلعت مني لقيت عندهم نفس الافكار اللي كنت كنقول واش بصح ان هاد الاولاد هادشي اللي تكلمت عليه الان كنقول لهم واش نتوما فعلا جامعيين يعني وليدات جامعيين واصلين تبارك الله القرير وكتكلموا بهاد الافكار هادي انه ما خصكش تجلس مع ما خصكش تجوج بهادي ما خصكش دير هنا ما خصكش تفعل هنا. انا بقيت كنشوفها استاذ ريحان ما عرفتش شنو انا جو بار دان برينسيپ تري سامبل ياك كنقولوا حنايا مسلمين و... والله لا اله الا هو ياك هادشي اللي كنديروا راه اون كونتراديكسيون مع هادشي اللي كان مع الله ومع مع كومون دير اون لوي بورت اتانت. ربي ما كيقولناش كرهوا واحد اخر ياك ربي ما كيقولناش ما تسلموش على الاخر كرهنا الاخر فينا فوالا ربي ما كيقولناش ما تسلموش على الاخر كتدي الاسلام كتدخلوا حتى للصين غير بالتجاره غير بالمعامله الحسنه فوالا دونك الا انت تي بار ديال الا انت فيك شي حاجه خايبه هكا بهذه الطريقه حاشو مع الله يكون هادشي جاي من عنده مو جو ناكسبت با سا فريمون لان كنقول الله خلقنا كاملين سواسيه. علاش كنسمعوا دابا المسلمين بزاف حنايا مخيرين وحنايا احسن من الاخرين باش احسن من الاخر من الاخر الا خدينا مسلم وخدينا مسيحي باغ اكزومبل والمسيحي كتشوف المعامله ديالو كتشوف التصرف ديالو كيعاون وكيدير هذا والمسلم كيديرهم ب 16 ما تقوليش بانك انت احسن من الاخر تمشي الجنة على الاخر فوالا يا بروبليم وهادشي كنقلوه لوليداتنا ووليداتنا كيبقاو كيتعاملوا اكيد به. والولاد ملي كي هذا ملي كتربي نغرسوا الحب في وليداتنا لداخل. انا لو بروميير جور اللي جاوا ولادي كيهضروا لي على الله كيهضروا لي على الله بجهنم وكيهضروا لي على الله بالعقاب وكيهضروا لي على الله هادو جابوه لي من الزنقه. الوغ شنو كان خصني ندير؟ كان خصني نهرس هاد الافكار هادو ديكونستروير ونعاود نبني حاجه واحده اخرى. يعني قنابل موقوته يعني في البيوت ديالنا اما 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 كتكون في تطرف ديني اقصى او في انحراف اخلاقي اقصى. ملي كتقول واحد ملي كتقول له ما تبغيش واحد اخر ملي كتسمع الموسيقى الاغاني في الموسيقى يفو با ايمي لوتر خصك تكرهو خصك هذا شنو خليتي لهذاك الولد كيفاش غادي يكبر اوبجيكتيفمون انه كيبغي الخير لكل شيء كيبغي الخير لهذا هو كابر الحقد الداخل ديالو كابر بالكراهيه في كابر وانه كيحسب له راسو راه هو عنده لا فيغيتي ابسولو حتى واحد ما عنده الحقيقه المطلقه بيرسون. انت عندك لي كرويونس ديالك واحد اخر عنده لي كرويونس ديالو خصنا نتعايشوا خصنا نتحابوا خصنا نعيشوا في حب في سلام كاملين بينا. ولادنا شنو ندوزوا لهم؟ هذاك الدراري راه الا دوزتوا لهم الحقد والكراهيه سي توت افي نورمال انهم غادي يتطرفوا سي توت افي نورمال انهم غادي مانتنو. انا ما كنقولش بان غير العائله اللي عندها مشكل هي اولا ماشي لي فامي ديفافوريزي اللي كيمشي ولادهم يتطرفوا يعني لي فامي بوفر ولا هذا ماشي لي فامي ضروري ايسو دي ليميغراسيون يعني لا راديكاليزاسيون سي بوكو بلو كومبلكس كو سا يعني ماشي شي حاجه هذا موضوع اصلا شامل بوحدو هذا انا غير كنقول نربيو في ولادنا علاش غادي نربيو فيهم الحقد والكراهيه وهذا بالعكس الحياه نحبوها نبغيوها نبغي واحد اخر جارك كيما بغى يكون وي اون اي شيز او مالوغوزمون لا دابا اون اي شيز او ولكن اون اي شينو كوم وليداتنا راهم متجنسين. انا كنقول زعما يعني وليداتنا هذه راه بلادهم هذا هو المقصود ديالي وليداتنا راهم تجنسوا عندهم جنسيه راهم بلجيكيين ما كيعرفوا على بلدانهم والو. انا كنهضر على والديهم اللي كيجيو مثلا جايين من بلاد واحده اخرى وكيبغيو انهم يامبوزيو الطريقه ديال العيش ديالهم والطريقه ديال ولي كرويونس ديالهم وهذا سي با. ملي كنت جيت لفرنسا كنت جلست عند نصارى عند دي فرونسي ياك وكان رمضان شتي شنو كانوا كيديروا دوك لي فرونسي كينوضوا معايا في الفجر ياك كيوجدوا لي الفطور كيفطروا معايا ما كياكلوش النهار كامل لو سوار كيوجدوا لي المغرب بالشباكيه ديالو بالحريره ديالو بكل شيء سي با اكستراوردينير. يعني حنا اللي خصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا فوالا حنايا نبغيو واحد اخر. قال لك اللي قلنا قبيلتي لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه بغي واحد ما قالش لك حتى تحب للمسلم لا قال لك لاخيك يعني الانسان عامه. الا بغينا ولادنا يطلعوا ايكيليبري راه هادو هما لي باس ديال ليدوكاسيون. خلينا نمشي غير الفاصل في ساعه سيدة بالرسالة ديالها قالت لك
ويعني بعض المرات كتسمع شي حوايج كيضروا وفي نفس الوقت كيخليوك تضحك غير بوحدك. قلت لك كيفاش بغيتي؟ هو دار ديال المسلم مع المسلم وما كيقولش له السلام، ما يسلمش عليه، ما يباركش له العيد، حيت غير مضربو يعني دور مسلمين بعضياتهم اللي باغيين بجوج يدخلوا للجنه. وي. واحد ما كيسلم على واحد بيان سور كاين كلشي. انا دائما كنقول الحمد لله سوغ سيت تيغ كاين كلشي هنا، زعما تبارك الله علينا. المهم الغرض ديالنا انا بغينا نحمي وليداتنا. فوالا لو بلوز امبورطون بور موا، لان الولاد شنو هما؟ هما المستقبل. داكوغ. الا ما الا فهمنا هاد القضيه هادي ونضنا شمرنا على درعنا وقلنا اوكي اون افي دي زيغور سي با غاف، واخا غير باش نخليك تقولي واحد النقط اللي بغيتي تقولي باش ولادنا حنا كاباء، لان غادي نمشيو قلتيها لنا شحال مره، قلتي راه الحياه قصيره، واحد النهار غنمشيو بحالنا ما نبقاوش هنا. وي. ولادنا دابا هذه راه بلادهم. وي. وخصهم يحبوها. وي. وخصهم يكونوا كيخافوا عليها. وي. الا ما كيخافوش عليها هما شكون غادي يخاف عليها؟ اذا خصنا نخليو لهم انهم كيفاش يحبوا البلاد، ومن كيحبوا البلاد كيحبوا الناس كاملين. استاذه ريحه كيفاش يمكن لنا نحميو وليداتنا باش ما يمشوش لا للتطرف، لا لهذا التطرف الراديكالي الديني، ولا للتطرف ديال ربما الإلحاد، أو يمشيو يوليو في ديانات أخرى، أو ياخذوا انحراف خلقي في يمشيو للخمر والقمر وداك الشيء، باش نحميهم ويكونوا وليدات سويين زوينين قارين بخير مع روسهم ونقيين في العقل ديالو. اشنو خصنا ندير؟ لا بروميير دي شوز نقاو العقل ديالنا حنايا بعدا هو الاول. داكوغ. دونك سا سي تري امبورطون. حتى واحد ما عنده الحقيقه المطلقه، كنعاود نقولها اونكور اون فوا. منين تسمع شي حاجه ولا هذا سير بحث، قرا، سول الناس، دق بيبان. كاين بزاف ما يتقرا، وكاين بزاف ما يتعلم، وكاين بزاف ما يتشاف، وكاين بزاف ما يتسمع. سا سي لا بروميير دي شوز. مانتنو الدراري كيفاش غادي نربيهم؟ بيان سور كاينين بحال اللي قلت لك، كيجي الناس كيجيو عندي كنديروا دي باز، كاينين دي باز ديال ليدوكاسيون. هاد ليدوكاسيون هادي الي يونيفرسال، يعني كتطبق على الدين الاسلامي وكتطبق على الدين المسيحي وكتطبق. علاش؟ لان كاينين دي فالور يونيفرسال. ملي كنقول لك ما تسرقش وما تكذبش وما تنافقش وداكشي، يعني فين ما مشيتي سي دي فالور، سي دي برينسيپ. الا ربيتي ولادك على لي بون فالور، على لي بون برينسيپ، غادي تكون متاكد بان مني غادي يكبر غادي يكون انسان اللي هو اكيليبري، اللي هو متوازن في حياته. مالك وصلت لواحد اوكي وصلت لواحد الرساله خصني نقولها لك ضروري. يلا السلام عليكم. السلام. انا واحد النهار فاجئني ولدي عنده 7 سنين، تدخل عليا قال لي ماما ولا بابا، ما عرفتش انا صاحب الرساله، ما عرفتش واش بابا ولا ماما. شنو هي البلا المسلط؟ منين شفتي هذا الكلام ما ولدي؟ قال لي من المعلم ديال العربيه. قال لي البلا المسلط على داكشي سي تري امبورطون. اذا كنت انا كنبني وواحد اخر عندي كندير لولدي يهدم لي ولدي، مي سي توت افي نورمال. حيت قلنا بان الدري ولا البنت ملي كيخرج للمجتمع ما يمكنش يكون كلشي فحالك وكلشي كيفكر بلا ميم مانيير وكلشي باغي يربي ولادو. هذا دو على داكشي خصنا نكونوا على علم ونكونوا كنسمعوا لوليداتنا. اي سي كوم سا كون فا ديكونستروي. بحال اللي قلت قبيلتي، ملي كيجي ولدك بواحد الفكره اللي انت كتشوفها ماشي فكره في محلها، ولا غادي تخليها انه يكون ماشي مزيان، ولا غادي تركب عليها معتقدات وداكشي، الوغ شنو كنديروا؟ كنهرسوا ديك الفكره وكنعاودوا نبنيو فكره واحده اخرى. ملي كيجيو باغ اكزومبل البنات، جاو عندي بناتي كيقول لي لي غارسون سون بلو فور كو لي في. دونك فوالا، شوف يعني هادو امثله من لي زيكزومبل اللي نقدروا نواجههم في الحياه. كاينين اساتذه بحال اللي قلتي دابا اللي هما كيهرسوا ولاد الدراري، كاين هذا. الوغ هنايا لو رول دو بارون كيدخل دابور. جو في ديكونستروي وغادي نمشي نسول، لان مثلا انا بنتي نهار اللي جات قالت لي هذه القضيه ديال الجهنم وداكشي، جاي تا شيرشي شكون اللي قالتها وعلاش، ومشيت هضرت مع الام باش نشوف علاش كيدوزوا هاد لي ميساج لولادهم. يعني ما كتبقاش ما كتبقاش جالس ما كدير والو كتفرج، تياجي. حنايا سي سكينو مونك لاكسيون، الحركه. يعني كنبقاو حنايا كنتفرجوا حتى كنهار اللي كيوصل كيفوت الفوت عاد كنبغيو نرياجيو، سي ترو تار. لي جون اللي كيجيو كيقول لك 19 ولدها ما بقاش باغي يخرج، باغي غير يدير انترنيت اي تو،
كيسكو فو فولي فيغ ملي كان شحال هادي اللي كان خصو انك تخرجي معاه وتلعبي معاه وتحكي معاه ولا العائله بجوج الرجل والمراه فين كنتو دابا كيسكو فو فولي فيغ افيك ان غارسون ولا اون في ديال 20 طون راه غادي يقدر يضرب يقدر يدير بزاف الحاجات دونك نردوا البال الوغ ليدوكاسيون شنو خصنا نديرو نربي ولادنا على لوفيرتور ديسبري لوفيرتور ديسبري راه ما كتهرش لو كرا بالعكس كتخلينا اننا نكونوا منفتحين على الاخر انا عندي معتقد ديالي اوكي تري بيان مرتاحه فيه تري بيان ما كاين حتى شي مشكل واحد اخر عنده معتقد ديالو هذاك حقه هذاك كيفاش نتايا غادي تجي تبزز عليه واحد الحاجه اللي هو ما مقتنعش بها ما مقتنعش بها ما مقتنعش بها صافي نتايا مقتنع هذا هو مقتنع نقدروا نتعايشوا اونصومبل ها لوفيرتور كتربي ولدك انك خصو يبغي كل شيء يبغي بني ادم كامل يبغي ماشي غير بني ادم كاع الكائنات الاخر قبل عليك وخلاك تعيش معاه وتقاسم معاه الحياه وكتدين كيف بغيتي بدينك وكل شيء وخليه حتى هو ترونكيل ما تاديش ولادك مثلا تربي فيهم الكراهيه للاخر اكزاكتومون الكراهيه دو توت فاسون ما يمكنش انا تقول لي انا مسلم وانا كنربي ولدي على الكراهيه بور موا سي با بوسيبل داكور دونك سي كلير لا دوزيام دي شوز سوسيتي ليسبري كريتيك يعني الطفل نعلمو ليه التفكير النقدي نقد التفكير النقدي يعني انه لان هاد باغ اكزومبل ملي كيجي مثلا الا كان الولد ولا البنت عنده مشكل باغ اكزومبل مشكل في الشخصيه مشكل في الثقه في النفس تو سي فاسيل انه يتمانيبولا اي واحد جا غادي يقول له شي حاجه غادي يقول له راه كاين ولا مثلا غادي تمشي باش تسوفي لو موند وباش هذا هذاك الولد ما عندوش التفكير الناقد ما كي نا با ليسبري كريتيك باش يقول او الا هو طلب مني هاد الشيء علاش ما يمشيش يديرها هو النيت تي فو دونك الا ما كانش عندنا التفكير ليسبري كريتيك سي تري ديفيسيل شنو غادي نكونوا محل لا مانيبيولاسيون ديال 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 لوتر اون دو ايدوكي لي زونفون دو تيل فاسون اننا نعطيهم الثقه في النفس سي تري امبورطون تري امبورطون ما نهرسوش ولادنا بالعكس نشجعوهم ندفعوهم نقول لهم الكلام مزيان ما نقولهمش انت مكلخ ما نقولهمش الكلام الخايب ما نضربوهمش ما يعني كاينين دي باز وهذا الشيء انا كنخدم مع لي بارون اللي باغيين يعيدوا النظر في تربيه الاطفال على لي باز ديال ليدوكاسيون بيانفيونت يعني انك كتخرج شي حوايج اللي هما زوينين من الطفل انك تحس بالمشاعر ديالو انك تريسبونسابيليزي انك كاينين شي حوايج كنديروهم كونكريتمون مع الاطفال اللي كيعطيو نتيجه دونك علاش ما نديروش هادشي علاش خصنا نهرسو شوف انت كي داير شوف ولد عمك احسن منك شوف ها حنا هرسنا الولد وملي كيكون عنده مشكل في الشخصيه ديالو ملي كيكون عنده مشكل في الثقه في النفس ديالو انا قلنا توتالور سي فاسيل انه يتلعب به نربي ولادنا على الاعتدال لو فاناتيزم في كل شيء ماشي مزيان كما رجحتي الكفه لواحد هذا سي با بون الاعتدال علاش غادي نبقى حنايا لا ما ديرش ولا هذا نسمعوا نفكروا ناخذوا الحل الوسط ودايوغ كيقول لك خير الامور اوسطها هادشي الناس حنايا يعني ملي كنقولوا غنربيو على الطريقه للدين الاسلامي راه كاين عندنا في الدين الاسلامي خير الامور اوسطها راه ما جايبهاش من, من 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 نيمبورت كوا انتريسي لونفون ا بليزيور هنايا غادي نرجع لا فيديو اللي صيفطتي ليا لونفون في المجتمعات المتقدمه مثلا كيفاش كنعلموه كنعلموه اترافير لي زيكسبيريونس كنعلموه كنديروا له لا كويزين كنديروا له لي زيكسبيريونس في الكيمياء كنقولوا له يشوف السما كان لانتيليجونس ديالو كان نحاولوا نخدموها فوالا كنخدموها يعني كان خرجوها من يعني كيستغل هو هذيك الذكاء ديالو في داك الشيء اللي كيشوف فوالا ماشي انك تجي تقول له سي كوم سا مثلا ملي كيقولوا لي بارون الولد حرام ولا حلال ما تنيكسبليك با علاش حرام ولا حلال سي با بوسيبل الولد ما يمكنش انه كيفاش بغيتي انه يكبر مزيان في الدماغ ديالو عنده دي روبير هو اصلا ما عارفش علاش دونك باغ ليكسبيريونس باغ المسائل اللي خصو اللي كيدير باغ اكزومبل كاينين بزاف ديال الدراري خصك تمشي دير لهم يجربوا بزاف ديال لي ديسيبلين ها هو مشى دار سبور فلان فلاني ها هو مشى لهاد لو سونتر كولتوريل ها هو هاد الدماغ ديالو كيخدم هاد الدماغ ديالو
كي تايغيزا كوموندي. كاين الحاجه الاخرى كومونيكا افيك لونفون سي تري امبورطون. دائما كنقولوا هذه الهضره هذه نتحاوروا مع الاطفال ديالنا واخا باقين صغارين راه الاطفال ديالنا كيتحاوروا كيقولوا بزاف المرات كنسول لي بارون شنو كيقولوا لكم ولادكم والله العظيم الا عندهم توت لي ريبونس بالله على المشاكل اللي كيعيشوها مع الطفل ولكن حتى حنايا ما كنسمعوش الطفل ديالنا كنقولوا واه هو باقي صغير مازالش كيفهمش كيدير هذا كو داكشي ما كنسمعوش وما كناخذوش بعين الاعتبار. والحاجه الاخرى اللي هي تري تري امبورطونط في البيت نخلقوا واحد الجو عائلي اللي هو هادئ وزوين وسيكوريزون بور لونفون ماشي نعيش الطفل في الرعب ونعيش هذا ندوز له لي فالور غير بالفن نهضر معاه يعني يكون ملي الطفل كيدخل الدار ديالو يدخل هو مرتاح. انت هضرتي للاطفال للشباب ديال 20 عام وهذا حتى انا جاي لوكازيون دو ديسكوتي افيك دي جون من هاد السن هذا سي اون جونيس كي اي بيردو perdue عباد الله ما عارفاش راسها شنو خصها شنو والو ما با دو ريف با دو منين جاي هادشي هذاك الاحباط اوكي كاين في العائله كاين في لا سوسيتي كاين في هذا ايوا نخدموا اونصومبل باش نزيدوا بهاد الدراري هادو القدام وباش يكونوا مزيانين في حياتهم. شكرا بزاف ليك افيك بليزير. كاين واحد الرساله ديال واحد الاخت عندها بنتها كتبكي ليها بالليل ربما كان هذيك تصلي بها يكون احسن. وي بيان سور كاين رسائل كثيره كنشكروا الناس المستمعين والمستمعات اللي بعثوا بها. غادي نمشيو حنايا الفاصيل ثم نشوفوا مجدولين شنو عندها في البلاتو ديال الاربعاء. اذن مستمعين الكرام كنسمع خشخش شي هادشي انت اللي قلت لي خشخش ايوا خرج نسمعوا شنو باش يسمعوا الناس لي كاسكو تشوف شنو هدية من عند مجدولين. انا حبيت اهدي كوتش ريحاب ان بيتي كادو بمناسبه النوفو بيرو Inch'Allah, pour décorer son nouveau bureau. Ça me fait plaisir. Super. C'est une carte du monde qu'on verra dans le bureau. Et chaque pays que tu visiteras, tu mettras une petite note. Super. Ça me fait plaisir. Oui, qui a joué à ce safar. Voilà. Merci. شكرا للمجدولين. إذن مجدولين شكين في بلاتو الأربعاء. اليوم الأربعاء رجعوا وأخيرا حياة مزيانة وندى الحص كي vont revenir faire les chroniques beauté et entretien du corps pour un mercredi. وما تنسوا إنه اليوم عيد الأم اليوم بالشرق الأوسط. بالشرق الأوسط. دونك عنا une spéciale dédicace اليوم. كل أمهات الشرق الأوسط تحية لهم. إذن نتمنى أنكم تقضيوا أوقات ممتعة رفقة مجدولين. رحاب شكرا بزاف لك. افيك بليزير. الاربعاء المقبل بحول الله. ما تنساوش تكونوا سعداء سي لو بلوز امبورطون. الحياه دغيا يعني واخا العطله غادي نكونوا مع المسلمين. وي 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 موجودين. موجوده. حاضر. اذا الاربعاء المقبل بحول الله. شكرا لكل المستمعين والمستمعات الاخوه اللي طلبوا النمره انا غادي نعيط لهم. اكيد. ولكن واحد الملاحظه الله يستر عليكم ما تبقاوش تعيطوا في الثلاثه ديال ملي كنعطيو الرقم يعني في الاول كنا كنقولوا اودي رحاب ما تعطيش الرقم ديالها لانه غادي وفعلا هادشي اللي وقع ملي عطات رحاب التليفون ديالها لا عنده شي مشكل كيعيط في ثلاثه الليل وفي ثلاثه الليل اش غادي نقول لك انا في ثلاثه الليل ولكن اذا المشكل في جا في ثلاثه بالليل خليه يتسنى ست الصباح لا يكون احترام يعني اوقات العمل الا كان ممكن كاع 8 ديال العشيه الله يجعل بركه نكون احسن. لا قلتي لي انت انا ما عندكش مشكل وكل شيء ولكن لا ما عنديش. بعض المستمعين كيهدوك اغنيه ونتمنى ان شاء الله الاربع المقبل نقدموها لك. شكرا لك. شكرا بزاف لهلا خطيكم سي فريمون جونتي. شكرا لكم مستمعينا الكرام. حلقه اليوم ستعاد كف العاده في منتصف الليل والنصف كما انكم غادي تلقاوها عبر الموقع ديال rehab.coach/agabel او شاطئ راديو او على اليوتيوب يمكن لكم توزعوها للعائله ديالكم للناس باش كلنا نستافدوا. عشنا البارح مع السعاده ونتمنوا دائما نبقاو سعداء في الحياه ديالنا. اجمل شيء هو انك تعيش مع الأسرة ديالك مع وليداتك في أحسن حالة وتكون السعادة دائما كترفع لكم. خلونا من ديك الهم والغم الغم
والحياه النكديه حاولوا تبعدوا منها. انا كيوصلوني يوميا رسائل حقيقه كتالمني كثير جدا لانه بعض الاسر كتعيش مشاكل كثيره. نتمنى ان شاء الله من خلال هاد الحلقات اللي كنديروا انه بزاف الناس يغيروا بعض الافكار ديالهم. شكرا بزاف لكم، رسائل كثيره اللي كتوصل لك رحاب كيهنوك الناس بزاف. خصهم العنوان، خصهم العنوان ديال المكتب. وي اون فيت الا مشيتوا لو سيت www.rehabcoach.com عندكم كاع المعلومات، لادريس والنيميرو دو تليفون www.rehabcoach.com. انا غادي نديرها في سي فري ما درتهاش في rehabcoach/arabel سور فيسبوك، جو في ميتر كوم سا. حاضر، شكرا سام. شكرا لكل المستمعين والمستمعات، نلتقي غدا مع اليوم العالمي للماء، كونوا معنا غدا.